لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته كلامنا عن العقوبات الإلهية، وما زلنا مع قصة آدم، وبينا ما حدث معه عليه السلام بعد أن وسوس له الشيطان وقاسمه ناصحا ودلهما بغرور، فأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل أو نهي عن الأكل منها، فوقعت العقوبة نتيجة هذا الذنب. واليوم مع والعقوبة بينا أنها كانت ثلاث عقوبات: كشف العورات والخروج من الجنة والإهباط إلى الأرض ليمضي قدر رب العالمين، ولتبدأ المعركة الكبرى بين الإنسان والشيطان ويتحقق ما قضاه الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. انتبه. طيب، تعالوا بقى في هذه الحلقة نستخرج بعض الدروس أو نذكر بعض الدروس المستفادة من عقوبة آدم ومما حدث معه. تعالوا نذكر سريعا بعض الدروس المستفادة من قصة آدم ومن يعني هذه العقوبة. من هذه الدروس، تابع معي، المستفادة أن نعلم أن عبودية الاختيار هي أحب وأعلى العبوديات التي يحبها الله عز وجل، ولذلك شاء الله تبارك، مع أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع أن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك شاء الله عز وجل أن يعمر الأرض وأن يخلق فيها آدم وذريته، وأن يجعل هذا المخلوق مركبا من عقل وشهوة كما ذكرت. انتبه معي، وأن تكون هذه الأرض مكانا للامتحان والاختبار وللتكاليف الشرعية، الأمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة التكاليف الشرعية، انتبه معي. فالأرض إذن هي ميدان الامتحان والابتلاء والاختبار، لينقسم الناس فيها إلى حزب للرحمن وحزب للشيطان، فريق في الجنة وفريق في السعير. انتبه معي، ويتحقق مصداق قول ربنا: إني أعلم ما لا تعلمون، فيكون فيها من يعبدونه عبودية الاختيار ويوفقون إلى النجاح في الامتحان والاختبار. انتبه معي، ويطيعون الله عز وجل ويقاومون الشبهات والشهوات والانحرافات، فتقع العبوديات المحبوبة لرب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. تبع معي، لذلك شاء الله ذلك، نجعل في الأرض خليفة إنسان، وأن ينزل الشيطان ليكون الامتحان والاختبار، انظر معي أهو، ليكون الامتحان والاختبار ويضعف. ولذلك ذكر بعض العلم في بعض اللطائف في بعض النصوص التي فيها أن الله يباهي ملائكته بعباد أهل الطاعة، انظر، ويسألهم وهو أعلم، حينما كما يباهي بأهل عرفة ملائكته: انظروا أتوني شعثا غبرا، أي انظروا إلى هؤلاء كيف تركوا كل وأتوني، انتبه، تقربا إلي وطلبا لمرضاتي. إذا ليسوا كلهم سفكة للدماء ولا مفسدين في الأرض، انظروا أعلم ما لا تعلمون. ولما تعرج الملائكة
صلاتي العصر والفجر تعرفوا ملائكة بالليل والنهار يسألهم أعلم ماذا وجدتم عبادي وجدناهم يصلون. طب ماذا تركتم؟ تركناهم وهم يصلون. انظروا أيضا ده لماذا؟ ليقررهم بهذا. انتبه معي بأنهم ليسوا كلهم كذب فيهم أهل طاعة وعبادة أهل صدق يقدمون أرواحهم خريطة رخيصة لله عز وجل يبذلون الغالي والنفيس لينالوا رضاه. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. انتبه فالأرض موطن الامتحان والابتلاء عشان فيه عبوديات عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى. انتبه من ايه؟ لابد من الايه؟ وجود هذا وذاك في الحياة كما سيأتي ايضا في الدروس المسلمة. ثانيا خطورة المعاصي وبيان قبيح اثرها. ذنب واحد نتج عنه ماذا؟ نتج ماذا عن هذا الذنب؟ خرج هتك الستر وظهرت العورات. انتبه خرج آدم وحواء من الجنة هبط من السماء ذنب. وده فيه ان احنا كما اننا نطمع في رحمة الله وانه هو الغفور الرحيم نعلم ان الله شديد العقاب فلذلك تسير الى الله بالخوف والرجاء رغبا ورهبا. اذا كان صفي آدم اخذه بالعقوبة دي على الذنب فما بالنا؟ انتبه معي. فلا ينبغي ان يأمن احدنا مكر الله لانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. انظر ذنب امر في غاية الخطورة حتى السلسلة دي كلها نتكلم فيها في العقوبات كلها سبب للذنوب والمخالفة عشان نعرف كل اسباب العقوبات كما ستمضي بنا وكما المخالفة المعصية شؤم أثرها خطير. فلذلك حري بنا أن نحضر الذنب ومغبته ونتيجته وأن لا نأمن مكر الله عز وجل وأن نعلم أن الرب كما هو غفور رحيم عذابه العذاب الأليم. فنجمع بين الخوف والرجاء والحب في سيرنا إلى الله عز وجل. كذلك في القصة الفرق بين موقف آدم من الذنب وإبليس. إبليس يحتج بالقدر أما آدم لم يحتج. بعض الناس يقول طب ورد حديث إن لما موسى عليه السلام لام آدم أخرجتنا من الجنة أسجد الله لك ملائكته وخلقك بيديه. انتبه بيديه وده فيه فضيلة آدم وإثبات صفة اليدين للرب تبارك وتعالى بكماله وجلاله. بيديه أخرجتنا من الجنة بالذنب والمخالفة فبين له آدم عليه السلام تلون على ذنب قد قدره الله علي لم تقرأ ألم يكن قدره عليها في اللوح المحفوظ قبل أن أخلق 50 سنة؟ قال تلون على ذنب قدره. في حج آدم موسى تقول أنتم محتاجون؟ لا ده مش احتجاج بالقدر هذا ليس احتجاجا بالقدر. انتبه معي لأن لو كان احتجاج كان داوم على الاحتجاج بالقدر المذموم الذي يبرر به العبد الذنب فيداوم على المعصية والمخالفة. لكن آدم عليه السلام تاب ورجع وأناب إلى الله تبارك وتعالى عليه السلام فتاب من الذنب. فالاحتجاج كما قال أهل العلم إما أنه يمدح بعد التوبة أو يمدح في المصائب دون المعايب مصيبة خروجي من الجنة. قدر الله لما إنسان يصيب شيء فيقول قدر الله مش أفعل حتى يرضى ويسلم ودي كانت مصيبة أي مصيبة كهذه المصيبة مصيبة الخروج من الجنة أو بعد التوبة. الاحتجاج المذموم الذي يبرر به صاحبه البقاء على الذنب وعدم التوبة وآدم تاب عليه السلام. انتبه معي بخلاف قلنا الشيطان لا بيحتج بالمعصية فبما أغويتني وهكذا أتباعه على نفس المسلك يسلكون يحتجون بالقدر على المخالفة وترك التوبة وعدم أداء الواجب. كذلك في القصة الحذر الشديد
من مكائد الشيطان وخطورة تزيينه للباطل. انتبه، وكيف أنه يسلك مسالك خطيرة، يسمي الأشياء بغير أسمائها، شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، لا إلى آخره. أهو، فالعبد ينبغي أن يكون فقيها يتعرف على مكائد إبليس حتى يسلم منها مع استعانته بالله تبارك وتعالى، كما قلنا لا ينجي من كيده إلا رب الأرض والسماء، فيلوز بربه تبارك وتعالى. إذا كان هو خبرك بآدم عليه السلام، فهل يسلم أحدنا من 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 كيده ومكره؟ انتبه لهذا، فخطورة الأمر أمر خطير جدا، وده عدو وعداوة ظاهرة، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كذلك من هذه الدروس أن العري وظهور العورات محبب للشيطان وأتباعه وشياطين الإنس والجن في كل زمان ومكان، أنهم يكرهون الستر والعفاف ويسعون إلى التبرج والعري والصفور، فإن كده لابد أن يعي المسلمون ذلك، وأن تعود المسلمات إلى الحجاب الشرعي، إلى العفاف والستر والطهر، وأن نعلم أن هذا العري الذي يدعو له شياطين الإنس اليوم مدعوين بشياطين الجن، إنما هو أمر محبب للشيطان ومخالف للفطرة السليمة. انتبه معي. كذلك من الدروس المستفادة في القصة إثبات العداوة، وأن العدو حينما ينصح إنما ينصح ليهلكك، فلا تصغي لنصح عدوك وألعيبه، وإثبات العداوة بين الإنسان والشيطان وبين أتباع حزب الرحمن وحزب الإيه؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وإن الشيطان لكم فاتخذوه عدو بعضكم لبعض عدو، عداوة بيننا وبين الشياطين، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لذلك تأتي عقيدة الولاء والبراء، ولذلك الدعوة اللي يطلقها أهل الشر بوحدة الأديان وزمالة الأديان والحب لكل الناس لأن الله خلقهم، هذا يخالف الإرادة الكونية والشرعية. انتبه معي، هذا يخالف ما بينه لنا ربنا عز وجل ويصادم، لأن الحب أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، يصادم عقيدة الولاء والبراء، يصادم ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله من وجوب العداوة بين أهل الإيمان وأهل الكفران. انتبه، بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، مفيش حاجة اسمها حب الجميع وعدم التفرقة بين المؤمن والكافر وزمانات الأديان، دي كلها دعاوى تروجها الماسونية العالمية وأهل الشر، وأهل الشر من اليهود وغيرهم ليفسدوا على الأمة عقيدتها، زي بعضكم لبعض عدو، في عداوة ولابد أن تكون واضح. كذلك من المستفاد في هذه القصة أن نعلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. انتبه معي، فيجتهد العبد في طاعة الله عز وجل، وأن الدنيا دار امتحان واختبار، فعليه أن يجتهد حتى يدخل يعود إلى منزله الأول، إلى جنة الخلد التي فيها سعادة الأبد يحن إليها، ويأخذ بأسباب العودة إليها من العمل الصالح والاستجابة لأمر الله. في القصة أيضا توبة آدم، وهذا ضحض لما يدعيه النصارى أعداء الله الذين يزعمون أن انتبه معي خطيئة آدم يتحملها بنوه، وأن صلب عيسى المزعوم مع أنه وما قتلوه وما صلبوه، هذا كذب صراح وباطل لا مرية فيه. انتبه، إن ذاك تكفير لخطيئة كيف قد تاب الله على آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وتغفر لنا وترحمنا لنكونن، وتاب ورجع، والتوبة تجب ما قبلها، ثم هذا يخالف عدل الرب تبارك وتعالى، وقال لي تاب معي كل نفس بما كسبت رهينة، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. ففي القصة أبلغ رد على
من يزعم ذلك من أهل الكفر والتسليس وعباد، انتبه معي، كلام باطل مردود. كما في إثبات قصة الخلق وأن الله خلق آدم من تراب من طين وتفصيل ذلك، وده الأصل، وده رد على الملاحدة وأصحاب نظرية التطور التي لا تقوم على برهان علمي ولا دليل ولا برهان، إنما نظريات مغرضة لإفساد العقائد، كما أنها مردودة من وجوه كثيرة علمية وغيرها وتخالف صحيح المعتقد وصريح القرآن والسنة، فيها كفر بواح. انتبه معي، إنسان هذه قصة خلقه وهذه بدايته، ذكرها الله لنا في كتابه تفصيلا وأوضحها وضوحا لا لبس فيه ولا غموض. في هذه القصة العجيبة أيضا، وأختم بكلامي سريعا، شهود بني آدم، انتبه لحكمة الرب في تخليته بين العبد وبين الذنب، انتبه بين العبد وبين الذنب وإقداره عليه، ولو شاء لعصمه، ولو شاء لعصمه، انتبه، لا، ولو شاء الله عز وجل لعصم العبد، لكن بيقال في حكم خلى بينه وبين الذنب، انتبه لحكم، من هذه الحكم أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة عبده، انتبه. فإذا وقع العبد في ذنب يسارع بالتوبة، فإن محبوبا لله تبارك وتعالى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. انتبه، كذلك يشاهد العبد ويعرف عزة الله في قضائه ونفوذ مشيئته تبارك وتعالى، فإنه يقضي لا معقب للقضاء ويحكم لا معقب للحكم، لا رد للقضاء ويحكم لا معقب للحكم. فيها أيضا من هذا الشهود لحكم الرب، انتبه، حاجة العبد إلى حفظ الله له فيفتقر إليه، لأنه من لم يحفظ الرب وقع وهلك، وذلك قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فعلى العبد فينا أن يكون دائما مفتقرا إلى الله عز وجل، لأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، هو الذي يعصمه، هو الذي يعصمه، فالعصمة منه تبارك وتعالى. انتبه، وده بيان أنه لا قدرة للعبد على عبودية الله إلا بمعونة الله، ولذلك قالت: إياك نعبد وإياك نستعين. فخص ذكر الاستعانة، هو خاص بعد إيه؟ بعد عام، معنى ذلك ليه؟ لأنك لن تتمكن من عبودية الله إلا بإعانة الله عز وجل لك. من ما يشهده العبد أيضا في هذا المقام شهود حكمة الرب في تخلية العبد بينه وبين الذنب، تكميل مقام الذل والانكسار. انتبه، ده مقام يحبه الله، يحب ذل العبد بين يديه وتضرعه وانكساره، لأن العبد حينما يذنب الذنب تنكسر عنده نفسه، انتبه معي، ويعلم ضعفها. ولذلك قال أحدهم: رب معصية جلبت ذلا وانكسارا، ورب طاعة جلبت عجبا واستكبارا. انتبه معي، فيهلك العبد. فيشاهد الذل، مقام الذل والانكسار للعظيم الجبار تبارك وتعالى. انتبه معي، عرف حقيقة النفس وحجمها فيفتقر إلى ربه تبارك وتعالى. كذلك فيها بيان لمعرفة سعة رحمة الرب وقبول التوبة عن عباده، هو الذي يقبل التوبة ويعفو عن السيئات تبارك وتعالى. انتبه، فيطالع سعة كرمه ولطفه بعباده، انتبه، ولطفه بعباده، وإنه عز وجل فتح لهم باب التوبة لا يغلقه إلا حينما تخرج الشمس أو بالغرغرة. انتبه معي، العبد إذا خالف يرجع ويتوب ويؤوب إلى الله تبارك وتعالى. ما أعظم الدروس الكثيرة في هذه القصة العظيمة التي ينبغي أن نقف أمامها طويلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.